اليوم رانا في السوق تاع ولاية غردايا. رحب بينا الفنان عمر بونا يعطيه الصحة في الخيمة تاعو. لبسنا لباس تقليدي تاع ولاية غردايا، صافي بليزير. وحاجة مليحة ياسر ياسر انه هاد الشي حفز الزوار والمواطنين تاع ولاية غردايا حتى اللي اغل الولاية تاعنا باش يجو. ومرحبا بكامل الزوار اللي من برا، وحاجة مليحة تاني انه يكون هادشي يبريزونتي التقاليد تاع ولايتنا للناس اللي من برا. كما تشوفوا هنا توافد سواح بكثرة، سواح داخليين وسواح الخارجيين، يعني بمناسبة العطلة الشتوية هذه نبرزوا الموروث الثقافي المادي واللامادي، ونعطيوا صورة مشرفة للمدينة والبلدية تاعنا خاصة غردايا. وهكذا السواح عاشوا التقاليد نتاعنا عن قرب، يعني التمسوها، بالك كانوا يشوفوها من بعيد وكذا ويسمعوا بها، مي كي جاوا لهنا شافوا التقاليد نتاعنا كامل، وشافوا كيفاش نواسي ولاتاي، والحمد لله التمسنا في وجوههم، يعني كامل راضيين وفرحانين، ونبهروا بالسياحه تاعنا التقليديه العفويه والمناظر الخلابه هنا في غردايا. طازج، حله جديده وذوق اروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.